السلام عليكم عمي ابو حمزه، هذا مركز البتتيل بيزيد. الامبارحه كان على الحوالي عندك، انا اليوم رحت لعن المركز، وهذا موقعه، هذا الموقع، هذا الشارع العام اللي بودي على الامنيات هيك لفوق شوي من هالمفرق، هذا بروح على الامنيات، وهذا هو المركز. ما طلب مني غير كملك وخمس ليرات، وقالوا لي بعد 10 أيام راح يجي الكرت على عنوان البيت على الأدرس. أعطوني 3 استمارات مليتها، بس اسمي وكنيتي ورقم تليفوني والإمضاء وعنوان البيت، بس هدول الاستمارات اللي مليتها، 3 أوراق. أخذوا مني 5 ليرات، ليرة تركي من هون من هذا المركز. هدول الواقفين ما زحمة، بس هدول الواقفين بدهم بضاعة، اللي بس هو الشرطي بيسألك إنه ايش بدك، هو كرت له كرت بنك بدخلك فورا. هذا هو المركز، ما بده شيء غير الكملك. على راسي يا ابو حمزه، الله يجزيك الخير يا رب.